دخل أعرابي من بني عذرة على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة، وعنده الشعراء الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل، وهم حملة لواء الشعر في هذا العصر، فلم يعرفهم الأعرابي. فقال له الخليفة عبد الملك: هل تعرف أهجى بيت قالته العرب في الإسلام؟ قال الأعرابي: نعم، إنه بيت من قصيدة سماها جرير الدامغة لأنها أفحمت خصمه، يقول فيها: أعد الله للشعراء مني سواعق يخدعون لها الرقابا، أنا الباز المدل على نمير أتحت من السماء لها انصبابا، فلا صلى الإله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. أحسنت، فهل تعرف أمدح بيت قيل في الإسلام؟ نعم يا مولاي، قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أصبت وأحسنت، فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ نعم يا سيدي، قول جرير كذلك: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. أحسنت أيها الأعرابي، فهل تعرف جريرا؟ لا والله لا أعرفه، وإني إلى رؤيته لمشتاق. فهذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطل. فأنشأ الأعرابي يقول: فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فأنشأ الفرزدق يقول يهج الأعرابي: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم التردى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ثم أنشأ الأخطل يقول: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوام يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل. فقام جرير مغضبا فأنشأ يقول: شتمت ما قائلا بالحق مهتديا، عند الخليفة والأقوال تنتضل، أتستماني سفاها خيركم حسبا، ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لازلتما في سفال أيها السفل. فوثب جرير إلى الأعرابي فقبل رأسه وقال: يا أمير المؤمنين، جائزتي له. فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي. فقبض الأعرابي ذلك كله وخرج.